الانطلاقات الصباحية. انطلاقة جديدة مشاهدينا الكرام من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، انطلاقة شوط الختام تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الرابع عشر الخاص هنا أيضا باللقاية البكار المهجنات الأصايل لأيضا أبناء القبائل. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم، انطلاقة هذا المساء إن شاء الله للقايا أصحاب السمو الشيوخ سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. نبحر معاكم مع صدارة، نبحر مع المقدمة، مع المركز الأول ودغاشة من تسيطر على زمام الأمور، علي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري كوالي تاتينا على المركز الثاني، راشد بن محمد بن دحروي العامري، وعلى المركز الثالث. المركز الثالث والمنطلقة هناك بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا الوصول من الشاهينية، حمد بن راشد بن نايع لغفلي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هناك أرى تسلل من الشاهينية، محمد بن علي بن عبد الله الرميثي من تسللت بدورها من الرابع إلى المركز الثالث في هذه اللحظات إلى الثاني. المركز الخامس نتابع حرير محمد بن راشد بن غالب المنصوري، أتانا هنا أيضا بهذا الانطلاق الجميل قادم من الوثبة للمشاركة بهذا التحدي الجميل. المركز السادس، المركز السادس وجنة عبد الله بن حميد بن كعيب الفلاسي من يأتينا مع وجنة بهذا الانطلاق. جواهر قادمة هنا، أحمد بن محمد بن قراز المهيري من ينطلق ويتحدى مع جواهر بهذا الانطلاق. الوصول مشاهدينا الكرام هناك أيضا بهذه التحديات هنا سيادة محمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي القادمة بهذا الأداء الجميل والتحدي. المركز التاسع الشاهينية، محمد بن بطي بن محمد الشامسي، وعاشر المراكز هنا المركز العاشر والمنطلقة على عاشر المراكز والقادمة بهذا التحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. وضحى لمصر بن سالم بن مصر بن قوبة المنصوري. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى الشايبة التي انطلقت على المقدمة وعلى المركز الأول لمحمد بن علي بن عبد الله الرميثي، انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطرت على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني دقاشة علي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري، ووصلت جواهر، وصلت جواهر أحمد بن محمد بن قراز المهيري. هناك أيضا بن كعيب القادم بهذه اللحظات مع وجنة عبد الله بن حميد بن كعيب يأتينا بوجنة بهذا الانطلاق. خامس المراكز ذات الشاهينية، محمد بن بطي بن محمد الشامسي، والوصول من وضحة مسفر بن سالم بن مسفر بن قوبة المنصوري من تأتينا. سادسا المركز السابع، المركز السابع روعة غانم بن مصر هنا أيضا بالقوبة المنصوري، وكواد الراشد بن محمد بن نحروي العامري المنطلقة. ثامنا المركز التاسع تأتينا هنا أيضا بهذا الانطلاق حرير محمد بن راشد بن غالب المنصوري، وسيده محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي المنطلقة على المركز العاشر. هذه هي النتائج
النتائج للمراكز العشرة الأولى في شوط الختام، شوط ختام هذا الصباح الجميل. تابعنا منها الأسماء الجميلة، تابعنا الأسماء والانطلاقات المتميزة. هنا الشايبة المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على المقدمة وعلى المركز الأول. محمد بن علي بن عبد الله الرميثي هو المسيطر على أداء الأمور على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه الانطلاقة مع الشايبة. المركز الثاني عبد الله بن حميد بن كعيب الفلاسي مع وجنة على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية محمد بن بطي بن محمد الشامسي من تهتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع تأتي وضحة مصر بن سالم بن مصر بن قوبة المنصوري، ووصلت كوادر، وصلت كوادر هنا بهذا الانطلاق. راشد بن محمد بن نحروي العامري مع كوادر هذه الانطلاقة والتحدي، ولكن هنا الصدارة. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى الشايبة المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. محمد بن علي بن عبد الله الرميثي مسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق. المركز الثاني وقنا 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 في المركز الثاني. عبد الله بن حميد بن كعيب الفلاسي مع وقنا على ثاني المراكز، ولكن خلاص خلاص خلاص. ها هي هنا الشايبة قامت راس تنهي هذا الشوط راس. تهانينا لمحمد بن علي بن عبد الله الرميثي، ولكن وقنا يا الرميثي وقنا 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 وقنا. وهنا الشايبة وقنا قادمة، الشايبة صامدة وقنا قادمة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. هنا الله الشايبة إذن هي صاحبة الفوز. تهانينا محمد بن علي بن عبد الرميثي وقنا في المركز الثاني. عبد الله بن حميد بن سيف بن كعيب المركز الثالث. وصلت هنا أيضا لمبارك بن حميد بن مبارك الغفلي. وفي المركز الرابع من وصلت هناك أيضا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق الجميل والتحدي هنا، ووصلت الشايبة بالفوز، وصلت بالناموس، وصلت بالتحدي هنا بهذا الانطلاق الجميل للسيد محمد بن علي بن عبد الله الرميثي. 7:46 وفاء وتماما وكمالا. السلام هناك أيضا يتجه بهذا الانطلاق الجميل بين السمحة هنا أيضا هالي الطف كامل يستهلون السلام. المركز الثاني وجنة، وصلت العبد الله بن حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي. 7:46 جزء واحد من الثانية هي صاحبة المركز الثاني تعرف تشكر عليه. بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان هناك أيضا على المركز الثالث والقدوم هناك على ثالث المراكز من أتتنا بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا لحظة وصول هنا الصايبة مبارك بن حميد بن مبارك الغفلي. 7:53 ثمانيا من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل بهذا الانطلاق الجميل هنا أيضا للصايبة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل ناتي إلى ختام سباق